الحديث عن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة تعز لا معنى له، هكذا ربما كشفت زيارة ممثل اليونيسف مكتب اليمن إلى المدينة عندما قال: إننا عندما زرنا المستشفيات وجدنا جرحى جدد، في إشارة إلى أن استهداف الأحياء والمدنيين في المدينة ما يزال مستمر. كما أن عضو لجنة تثبيت وقف إطلاق النار البرلماني عبد الكريم شيبان سلم الممثل ملفا مكتملا بالخروقات التي وقعت خلال الفترة المنصرمة، حيث تواصل الحديث فيها عن وقف تثبيت إطلاق النار في اللحظة التي يستبر فيها دوي المدافع والقذائف يسمع في بعض أرجاء المدينة. تقول المصادر أن قصفا شديدا شنته ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع المتمركزة في مطار المدينة الدولي ضد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جوار السجن المركزي غرب المدينة، وهي الجبهة التي تشهد قتالا مستمرا منذ شهور، كما يقع فيها معسكر اللواء 35 الذي يتعرض هو الآخر لمحاولة السيطرة من قبل الميليشيا، ما حوله إلى هدف لقذائفهم ونيرانهم اليومية. على مقربة من هذه الجبهة التي تتوسط المدينة من الجهة الغربية ومديرية الحجرية جنوب المحافظة، حيث دارت مواجهات في محيط جبل جرداد الاستراتيجي وتوقفت بعد أن استعاد الجيش والمقاومة الشعبية في المنطقة السيطرة على الجبل المطل على مناطق وقرى مهمة في ظل محاولة الميليشيا المتمركزة فيه بعد انسحاب المقاومة منه. المصادر هناك أيضا تؤكد أن الميليشيا شنت هجوما سابقا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية سامع بالتزامن مع قصف عنيف ومكثف يطال قرى مديرية حيفان، ليبقى الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار في تعز مجرد كلام.